اديري الشعرك خليه قد قد وقد صافي اجي عفوس اللي صافي نسولك على يعني المرحومه زول معمرك بلادي سمينا تكلم ماذا اقول اللي تسولني في حياتها بداية حياتها الفنية بداية حياتها العائلية أطفالها أولادها ماذا أقول في حقها كانت صديقة وحبيبة وفنانة بدون منازع نجمة بدون منازع كانت الكل في الكل كل ممثلات الكل فنانات الكل فنانين طيبة رقيقة في داخلها خير صغير تحب كل الناس وأنا أحبها أقول في حقها إنها أختي وحبيبتي وصديقتي ونجمتي المفضلة إن لله وإنا إليه راجعون كل شيء كلمة في حقها السلام عليكم هذيك كانت جداتي كنت بحالي دوز نهاري عادي كنجي للدار وكنتلقى بواحد الخبر اللي هو مفاجئ كان صراحة كان عندي صدمة لحقاش قتلي شحال هادي ما شتها ملي كنت صغيرة كنت باغا نشوفها ونهضر معاها ونتحدث معاها ولكن جا الموت من عند الدار وما عندنا ما ندير وشكرا الله يرحمها ويوسع لها دقة القبور ان شاء الله وتكون من اهل الجنة ان شاء الله تهضري شي كلمة إن لله وإنا إليه راجعون تفاجئنا بالموت للفنانة الكبيرة المعروفة الله يرحمها التي أعطت الكثير الله يرحمها ويوسع عليها وكانت الصديقة الوفية ديال والدي الله يرحمها ويوسع عليها كنتمنى يسكنها ربي فسيح جناته الواسعة إن لله وإنا إليه راجعون شكرا فوق قدم امجون نجي امجون السلام عليكم شي فاطمه بخير كيداير بخير لاباس عليك السلام كيداير السلام عليكم شو تصرح بيا انا وياك فاطمه بوجولي هضرنا شي فاطمة شي صريح شي فاطمة المباشر فاطمة على المباشر شي تصريح حيت على المباشر يعني درج هانا دابا عرفتيني كي دايرة راني عرفتي ايش شي تصريح يعني بخصوص المرحوم تفضلي يعني كلمة حق في الله يربي السلام عليكم وشكرا على الحضور ديالكم حضور مهم اللي كيكبر وكي يعني كيكبر بواحد الممثله اللي هي قديره من الوجوه من الرواد الكبار اللي بسمو الصحه الفنيه ما كاينش اللي ما كيعقلش على لاله زهور المعمري الممثله اللي كانت حاضره في مسرح التلفازه كذلك كنعقل عليها انا في قسم الاذاعه يعني التمثيل يعني المسلسلات الاذاعيه اللي كنسمع عليها في 75 دائما الاذاعه الراديو مع الاسف انا اخر لقاء كان عندي مع هذا الفنان هذا كان في يوم الرد يعني تاع عمل كنت متاع كثير وقت في الفلسفه وعيت في واحد هذا كان مريض ولا كان المرض وغبرات علينا انا ما كنقول الموت مش فين ولا الموت اللي كتهضر عليه الحقيقي هو اللي كانت هي مريضه وما كناش كنشوفوا غابت على الصحه غابت على الممثلات كل شيء مات بالله ما اعطاو لي بنات
تدي الممثلين. الأهم اللي بغيت المستمعين يعرفوه بأن السيدة هذه إنسانة كبيرة بقلب كبير، ممثلة شعبية ومعمري ما نساها. أنا كنت من خارجين ديما هذا عليك المسرحية التونسية الثقافية واحتضنتني بكرم، مع أن في الوقيتة الناس ما كانوش في أنا راه ما جاتش حد ما عليناش، المهم الناس اللي شجعوا الخارجين ولكن كانت كونفينمون. أنا ملي مات الحاج الله يرحمه الله يوصلها صامر المعمري وعجينه، وانا كنفكر عاوتاني فهاد اللحظه هذه مسلسل الساس اللي كان صورته في القنيطره مع المرحوم المنتفع العربي الساسي، مسلسل مجهول يعني عندها واحد المجموعه ديال الاعمال اللي تبارك الله هي غنيه على التاريخ. الله يوسع عليها صامر المعمري تبقى خالده، ولكن كنسبو فيه انا عرفت كل شيء او في اسم الشارع اي حاجه اللي تخلينا دائما نخبروا او للاجيال. انا عاقلين عليها ولكن الاجيال ديالنا اللي تبارك الله يكتب شي بلاصه ديال الاجيال السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في فات المباشر. حنا كنتواجدو امام منزل المرحومة زهور المعمري الممثلة القديرة اللي عطات كثير في مجال السينما في المسرح، عندها عدة اعمال تلفزيونية كما كنعرفو. هاد المرحومة عندها تاريخ، الله يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين. دابا حنا غادي نتجهو للمقبرة الشهداء تما بغيتي الدفن ديالها، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. شكرا متابعي قناة شوف تي في هاد المباشر.